الخضر البصله، السوق المليح ديال السلعه ديال البصله 96 ريال، والسلعه مسلكه 4 دراهم 76 4 دراهم. المهم الثمن مستقر دابا هادي تقريبا شي شهر وغادي يعرف الاستقرار، يعني هذا العام محال تكون ديك ارتفاع ديال الاثمنه نظرا للعاملين. العامل الاول وفرت البصله خضاريه ووفرت البصله كركوبه، العامل الثاني عدم تصدير دول الجنوب مثل موريتانيا ممنوع تمن المعدل هي البطاطس اللي عنده حق الكوطه هو اللي كيشترج. المهم ما كاينش ديك الكميه اللي كان بحال ذاك العام كتخرج 40 رموك في النهار 30 رموك، ما كايناش هذا العام. هذا العام كيكون واحد الكونتيتي قليله 5 دراهم 6 دراهم 5 دراهم، اللي دا ب 4 دراهم غيدير لها 5 دراهم، واللي دا بديك 6 يدير لها 6 دراهم، وكل اللي كيدير 130 140 على حسب الموقع على حسب السقاطة على حسب مليح. بحال كراكور جيت 6 كراكور جيت 6000 ريال، خيزو 56 60، بصلة خضرية 30 ريال، فلفلة 70 درهم 80 درهم، مطيشة 3600 حتى 4000. اش باقي الدنجال، الدنجال 70 درهم 60 درهم، الخيار غالي 3600. هادشي اللي كاين. البطاطس 5000 ريال الحمراء 4400 البيضاء. كاين في البصلة فاش كاين دابا الاستقرار، البطاطا كانت هاد الايامات 6000 ريال وصلت 6000 واحد 4 ايام ورجعت دابا 5000 ريال 50 درهم باش القصاد، ومطيشة بقات مرتفعة. وبالنسبه خيزو كيبقى ارتفاع، بقى كيوصل داك الدرهم ديال الديفيرونس كيبقى يطلع بدرهم ينزل بدرهم، هادشي اللي كاين. البصله الخضاريه 30 ريال 26 34 هادشي اللي كاين في البصله الخضاريه. لا ما كيزيدو، ما سوق الجمله ما كيزيدو والو، كاين واحد الهامش ديال الربح 4 دريال 6 دريال 8 دريال، كو على حسب الرواج ديالو كو علاش كيبيع. كاين اللي كيبيع بالكريدي كيزيد شويه، كاين اللي كيبيع اس بي اس كيتخلص كيبيع على 4 دريال هادشي اللي كاين. Thank you.